اهلا اهلا اهلا، هو فين اشوفه؟ سيادة اللواء عبد السلام باشا شخصيا جاي يزورني. ايه يا بابا؟ اه حبيبي، اول مره زورني في ربنا يبارك ويبارك لي فيك. اهلا يا حبيبي، انا جايب لك مفاجاه كبيره قوي. جايب لك معايا السيد مساعد وزير الداخليه شخصيا، ومعاه بنته جولنار هانم. بس ايه يا بسوني؟ صاروخ يا ابني، صاروخ. يلا يا ابني تاني يا بابا. يا بابا قلت لك قبل كده انا ما ينفعش اتجوز واحده ما شفتهاش قبل كده. اسمع يا ولد، دي فرصتك الوحيده عشان تتنقل من الوحله دي. وبعدين يا اخي تعالى سلم على عروستك، كفايه انهم جايين لك لحد عندك. يلا يا فندم، ابني الملازم اول بسيوني ليه الشرف انه يجي يسلم على حضرتك. تمام يا فندم. هذا الشبل من ذاك الاسد. اهلا يا وحش، اهلا بسيوني. يا باشا يا ابني، روح شوف عروستك. يلا صباح الخير يا بسيوني. صباح الخير، سلام وخورا من ربنا رحيم. ايه ده، شفت عفريت؟ ايه اللي بيحصل ده يا عبد السلام؟ دول اكيد بيلعبوا مع بعض يا فندم. اديني فرصه بس يا بسيوني. يا جماعه استنوا، استنوا يا فندم. بدي اقول لك على حاجه، اللي حاجه ورايا يا بسيوني. واللي بيسني يا بسيوني، بس يا بسيوني يا حبيبي، انا بقول لك استنى بس. انا اتاخر قوي يا عبد السلام. اكيد يا فندم بيتعرفوا على بعض. البنت اتمرمطت. ابنك عمل في البنت ايه يا عبد السلام؟ مش عارف يا فندم، اكيد في سوء تفاهم. سوء تفاهم؟ انا من دلوقتي هتبقى في سوء معامله بعد كده. اشرح لك بس يا فندم، يمكن في اسباب نفسيه. نفسيه ايه؟ بلا نفسيه بلا كلام فارغ. يلا يا بنت قدامك. يلا يا بابا، والنبي اديله فرصه ثانيه. بلا فرصه بلا كلام فارغ. يلا الكاميرا العربيه ولا نشيل التاني. والنبي يا بابا، ده جميل وشبه قاصر الساري يا بابا. يلا يا بنت، يلا الجري قدامي. انت اكيد مش وعيك. ايه اللي انت عملته ده يا ابني؟ ده مساعد وزير الداخليه، عارف يعني ايه؟ والله لو الراجل جاي لوحده كنت شلته على راسي، لكن جايب لي ولاده كلهم اتجوزهم. يا ابني ده دفعتي وانا عارفه كويس، ده راجل عنيف جدا ومش هيسمح لاي حد يكسر قلب بنته. طب بابا انا راضي ذمتك، دي فيها ايه الكسر؟ دي كلها سفنج. انت حر بقى، بس تعمل كل اللي يجرى لك. بابا ده ممكن ينقلك غلايب شلاتين ولا حتى السلوم. ليه يعني يا بابا؟ هو جوازي من الجورنان دي يعني مهمه قوميه؟ بعدين انت قلت لي صاروخ، ودي طلعت قاعده صواريخ. الله، ده بقى يا فندم الرجل المناسب في المكان المناسب. تاريخ مشرف من العمليات الناجحه، اقوى شخصيه في دفعته. بيخدم فين الولد ده؟ في الارياف يا فندم. لما هو كفاءه وجامد كده مش كنا احنا اولى بيه؟ ده من حسن حظنا يا فندم انه بيخدم في منطقه مقطوعه، عشان لما نزرعه في وسط العيال دي وشه ما يبقاش معروف خالص. انت شفت الولد ده؟ ها؟ ويا ريتني ما شفته يا فندم. بصراحه انا اول ما بصيت في وشه خفت، جسمي اشعر لدرجه ان انا فكرت اغيره ليكون اكبر من المهمه. بالعكس، واد زي ده هو المطلوب بالظبط. انت شوقتني اشوفه. يومين اتنين يا فندم واجراءات نقله تتم خالص. انت لسه بتحبني؟ افضل احبك طول العمر، بحبك. اوباش مسك ايديها، نكبس عليهم بقى ونعم يا فندم والنبي. اصبر يا زفت، خليهم يسخنوا على بعض شويه، هنا نتفرج. انا مش عارف الحياه من غيرك كنت هقضيها ازاي. ما تخلص يا عم الرومانسي، ما تتعبناش، احنا في صحراء مش في جنينه الاسماك. حنين عليا طول عمرك. لا مؤاخذه يا باشا، اوباش كده سخن قوي، نهجم عليهم بقى يا باشا. يا ابني مفيش تلبس كده، كبيرهم محضر راغي في الطريق العام. انت فين يا استاذ حازم؟ هل تسمعني؟ حاول حاول الاتصال في وقت اخر. حاول. انا نجدت يا حيوان. ايوه يا ابيه، ده الجهاز بيترعش من الفرحه. حازم، تعرف الواد دفعتك اللي اسمه بسيوني عبد السلام بسيوني اللي بيخدم في الارياف ده؟ طبعا يا باشا. عاوزك تجيبه لي من تحت قطيع الارض، ما تدخلش مكتبي الا وهو في ايدك. تجيبهولي حيا او ميتا. علم يا سعاده الباشا. يلا يلا. طب والتلبس ده يا باشا؟ يا ابني سيبك منهم، دول عاملين لي فيها تمر وشرير. يا راي يلا. بابا ماما، اهلا اهلا، اتاخرتوا ليه يا اولاد؟ عشان عمو ده لنا وزار. برافو يا حبايبي. انا مالي يا بابا، اذا كانت انهارت ولا دخلت مستشفى ولا انتحرت حتى، ما تنتحر في 60 داهيه. ايه؟ عمليه تجميل؟
بابا هات لي جراح في مصر ممكن يجازف انه يشتغل فيها. هيشفط ايه ولا ايه؟ احنا لحقنا ابوه ينتقم، وبعدين ينتقم بقى، احنا ما يهمناش حاجه يا بابا. ثانيه واحده يا بابا ودني. بابا اقفل عشان شكله فعلا هينتقم. بقول لك ايه حازم بسيولي الله يحرق سنينك. انت فين يا ابني؟ فاكر يا لما كنت بغششك في الامتحانات؟ كنت بسقط. والله وحشتني بس. والله وانت كمان. طب فاكر يا لما كنا بنفك لك السرج من تحت الحصان وانت بتنط الحواجز؟ رقبتك كانت هتتكسر. بس مش فاكر يا باشا. برضه مش فاكر. انت هتصعبط عليا. بنسى الحاجات دي. والله وحشني. وانت كمان يا بسيولي. قول لي يا حازم بالحق، انت يعني ايه اللي فكرك بيا؟ والله يا باشا انا جاي اقبض على حضرتك يا سيدي على الهزار واللطافه. جاي اقبض عليك يا بسيولي. جاي تقبض عليا انا بجد؟ بس لو النبي اديني بقى ايدك الشمال. ومين اللي جاب لك الكلبشات دي؟ دي جايبينها لي هديه في عيد ميلادي. الف لا باس. يا حازم بلاش هزارك الغبي ده وفكني. افكك ايه يا باشا؟ ده انت شكلك عامل مصيبه. ولا مصيبه ولا حاجه. كل اللي حصل انا احكي لك ان انا رفضت اتجوز جورنال. عايزين يقولوا لي حلايب وهتمرمط. يا باشا لا فيها جورنال ولا حلايب، ده موضوع اكبر من اللي انت بتقوله. قال لي هتقول حيا او ميتا. يا عم ولا اكبر ولا حاجه. انت عارف الموضوع ده حله ايه؟ دبله وبوكيه ورد. فكني بقى يا حازم. ورد ايه يا ابني؟ انت اطلع قدامي. اتفضل. يا فقر. ليه بس يا ابي؟ سعادتك قلت لي عايزه حيا او ميتا. انا جايبهولك يا فندم اهو بدون اي نقطه دم واحده سعادتك. طب هرب من قدامي وحسابي معاك بعد. امشي. شفت يا عم هو زعل؟ يا ريتني ما وقفتك تجيب ورد. اسف يا باشا. افتح الاساور بتاعت الباشا يا فندم. اطلع بره يا حازم. معلش احنا اسفين على الموقف البايخ ده. لا يا فندم مفيش حاجه، احنا خلاص هنبقى اهل. جورنان اخبارها ايه يا فندم؟ انت هتبتديها على ماذا؟ ما خلاص قلنا احنا اسفين. عاوزك بقى تصحصح معايا تشد حيلك. لا هشد حيلي واصلح غلطتي تماما يا فندم. يعني بس كان ليا رجاء عند حضرتك، بلاش حلايب، انا اساسا تعبان في الارياف. انت باين عليك متعب ولبط. ايه اللي انت شايله؟ دي حاجه بسيطه يا فندم. ان شاء الله الف سلامه على بنت سياده مساعد الوزير. هي عيانة؟ وحضرتك ما تعرفش؟ عندها ايه؟ صرع يا فندم. ايه؟ صرع يا فندم، صرع! ألف سلامة للهارم الصغيرة يا فندم. ربنا يشفيها لسعادتك. مش ده؟ ورد ايه وهاني مين؟ ايه التهريج ده يا نجدة؟ ده حاجة بسيطة يا فندم. ده أنا الود ودي كنت اشتريت جنينة بحالها لبنت سعادتك. مالها بنتي؟ هي مش عيانة يا فندم. مين اللي قال لك كلام الفارغ ده؟ الضابط بسيوني يا فندم. والله ما اعرف يا باشا انك مخلف اساسا. هو لعب عليك يا نجدة؟ باين عليه لبط فعلا زي ما بيحكوا عنه. شايف ساعتك؟ شايف نظرة الشر اللي في عينيه؟ صقر يا فندم، صقر. خلاص انا متفائل بيه، والوزارة كلها متحمسة له، بيقولوا ان ده هو الشخص المناسب. انا عايز نتائج مبهرة. التزموا السرية التامة. ها جاهزين؟ تمام يا فندم. على بركة الله. نجدة باشا الحقني يا فندم. خير في ايه؟ ده ملف الضابط باسيوني من كلية الشرطة وتقارير خدمته. كويس، ايه المشكلة؟ كل التقارير يا فندم بتقول ان الأول على دفعته 3 سنين وكان مساعد كلية في السنة الرابعة. ايه؟ ده غير الأخلاق والأدب والمثالية اللي هو فيها. ده كده طلع ورور يا فندم. يا نهار اسود. ورور. وريني. بسيوني! علي جرى من مراسيلك، علي جرى بس ما فيك ولا احكي لك، علي جرى وامسح دموعي من ايدك، علي جرى بس ما فيك ولا احكي لك، علي جرى.
والجريمة والدعارة، يعني مسيوني باشا، يعني الأمن والأمان، يعني الشرطة بخدمة الشعب، والشعب يجمع عينه عشان الشرطة. واسمع سلام رغبة الأجيال لما محمود عبد العزيز فتح الراديو ولقى مصر غالبة كله تمام يا باشا. الحمد لله، الأمن مش مستتب والنفوس مش صافية، وشكلها كده عركة كبيرة بين أهل العريس وأهل العروسة، وهنطلع النهاردة ب30 محضر. يا عم اختف أنت. بقوم 31. ألف مبروك يا عريس، ألف مبروك. أمال فين العروسة؟ يا ريتني ما سألت. أهلا وسهلا يا باشا. أوعى أنت كده. أوعى. أهلا يا باشا. اتفضل يا باشا. اتفضل عند أهل العريس. اتفضل يا باشا. اتفضل عند أهل العروسة. عند أهل العريس. ولا أهل العريسة ولا أهل العروس. أنا هقعد في أرض محايد. ومالك؟ أهلا وسهلا. اتفضل يا باشا. أهلا وسهلا. ألف مبروك. الله يبارك فيك يا باشا. إيه يا إخواني؟ دي البلد مقلوبة بره، مالكم؟ إحنا جايين نهدي النفوس. بعدين يعني أنتوا برضو أهل وحبايب، ومهما كان دي ليلة العمر. ها؟ رواقوا. لا مؤاخذة سعادة الباشا. الفرح بصراحة ما يليقش بمقام سعادتك ولا بمقام ابني كمان، ده خلى رقبتها زي السمسمة. ايه يا جدع انت الكلام الماسخ اللي بتقوله ده؟ ايوه ده سؤال مهم، انت تقصد ايه بالكلام الماسخ ده؟ بذمتك يا سعادة الباشا، لو انت بتجوز بنتك تستخسر فيها نانسي عجم؟ لا، اللي يستخسر في بنته حاجة يبقى راجل ناقص واطي ومعفن. ايه؟ احنا جايين نهدي النفوس. ايوه الله أكبر، سعادة الباشا قال الحقيقة. يا راجل يا معفن. كلم الحاج. يا نيتن. كلم الحاج. يا تحفه. ما هي كلم الحاج هي تقوم ده مرمطك. مش هين عليك تبيع قيراط من القيراطين اللي حيلتك عشان خاطر تعمل فرح بنتك؟ يا اخي يتحرق القيراط، هو في اغلى من الضلع. ايوه قول له يا باشي، بدل يعني ما كان يطول لسانه ويقل في ادبه بالشكل دي، كان دافع مهر عالي يليك ببنتي. لا إيه؟ كده الكلام اختلف. هو دفع كام؟ ما تقولوش. لا هقول له. اقول دفع 500 جنيه. صراحه يعني ده مبلغ قليل فعلا. معلش يا حاج، ما انت برضه بتشتروا راجل. هي كمان ما تسويش اكتر من كده. لا 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 يا جماعه بقى كده، عارفين المنطقه اللي احنا فيها دي منطقه اعراض. اعراض؟ امال انت فاكر ايه؟ هي حصاله اعراض. ايه اللي احنا فيه ده اعراض؟ طب وعالي بقى كده يا باشا. ايوه اعراض. اوعى اوعى من جد. دخلنا في اعراض. الله 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 الله. ايه يا اخوانا اللي بيحصل ده؟ مش كده يا جماعة، اهدوا بلاش توتر، ما ينفعش اللي بيحصل ده. ما تحسسونيش ان انا السبب، مش عشان فكنا مع بعض بكلمتين، ده انتوا اهل وحبايب. 35 محضر يا اخوانا، مش كده؟ ما يصحش حاجات تافهة تأثر فيكم. ايه يعني المهر 500 جنيه؟ حصل ايه؟ فرح زبالة قاعدين فيه. عادي. 18 محضر. انت يا بلدين. 19 محضر. ايه بلدينا دي، انت ما تعرفنيش ولا ايه؟ لا والله ما حصليش الشرف. انا المخبر اول سباعي، السباعي المخبر الخصوصي لحق الضابط بسيوني، راح الامن في المنطقه كلها. قلت الضابط بسيوني؟ ايوه الضابط بسيوني. يبقى البشاير بانت من اولها. إيه لكن ما قلتليش انت مين بقى؟ لا انا بفضل خيرك اللواء نجدت يا حيوان. يا نهار اسود انت مغزى يا باشا، اللواء في حاله. وبعدين ما الراجل صلح غلطته اهو يعني، ويتنقل على عينه اتجوزها. فين سبع البرومبا الضابط البسيوني بتاعك؟ بيولعها جوا يا فندم عشان نسترزق. ولا نسترزق في ايه؟ ايوه نسترزق محاضر وشغل للجسم وبرضه خير للداخليه كلها. والله؟ ايوه. قلت لي انك مخبر. ايوه مخبر. انت بقيت عسكري نفر، خش وريني الضابط البسيوني فين. ما دام عسكري نفر خش لوحدك. خش يا حيوان قدامي. مش داخل. امشي. مش داخل. انتباه يا عسكري. مش انتباه بس. مش انتباه. ايوه مش انتباه. تكلمت عسكري يا جماعه كده ما ينفعش. هو عشان فضفضت مع بعض. ما انت قلت له يا معفن، قال لك يا نتر. يعني الشتيمه ما تنزلش. مش هتعمل ايه يا حظاظ؟ نجدة باشا كمان يا فندم.